عقد مجلس النواب جلسته العادية الثالثة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. هذا وقد وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتمت إحالته إلى مجلس الشورى إلى ذلك قرر المجلس الموافق على التقرير النهائي لبند مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة تمت الموافقة على مرسوم من رقم 12 لسنة 2023 وملخص هذا المرسوم أن تنقل بعض الصلاحيات لدى وزارة الصحة إلى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والمتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أهم برد هذا القرار تسهيل إجراءات الدخول الأدوية إلى البحرين توحيد الجهة الرقابية للأدوية أيضا توحيد الجهة المرخصة لهذه الأدوية اليوم المرسوم بقانون جاء بالغ الأهمية وجاء في وقته لأن اليوم العالم كله يتعرض إلى هجمات سبرانية ومن الضروري أن تكون وثائق الدولة كلها محفوظة في ملفات أو في منصة لكي لا يتخلى أحد ولكي لا يستطيع الأحد اختراقها طبعا مجلس النواب كسرطة تشريعية يعني تولي بالغ الاهميه الى هذه المواضيع والمشاريع اللي تصب في مصلحه الدوله فاليوم احنا كلنا هدفنا هو مصلحه الوطن في الدرجه الاولى والمواطن في الدرجه الثانيه اليوم في الجلسه طبعا تشرفنا بحضور ممثلين الخدمات الصحيه اثناء التحقيق لمسنا تعاون كبير من الأخوة في وزارة الصحة أو المسؤولين عن الخدمات الصحية ردوا على كل الردود اللي كانت سألناها وأيضا وفروا لنا الفرصة أن احنا نزور وبشفافية كل الأماكن اللي طلبنا نزورها وهذا يعني نعتبرها خطوة جديدة